اسمع صح الجيجة على روغالي. حل مشكلة السرحان أثناء الدراسة، تجي تقرأ وعقلك يديك بعيد وتروح بعيد. خوتي صدقوني هذا عمل الشيطان، الشيطان يبعدك عن الدراسة، لأن الدراسة خوتي إرضاء للوالدين، إرضاء لله سبحانه، يعني خوتي نهار اللي تدرس راك تعبد في ربي سبحانه. صح درك أنت كيف تبعد الشيطان على روحك؟ رقم واحد قبل ما تبدأ قل بسم الله توكلت على الله. إذا بديت تقرأ ومازال عندك هذا البروبلام روح للدوزيام وشقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. راك تقرأ حصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورقم ثلاثة خوتي إذا مازال الشيطان يضر بك، عندك الثالثة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عليك غير تدير تتفل ثلاث مرات من جهة اليسار، تتفل خوتي قلنا تتفل هذا مكان. وفي الأخير خوتي إذا اعتمدت على عقلك أنسى التوفيق، اعتمد دايما على ربي سبحانه وهو ولي التوفيق. يا رب العالي على أعلاه، اسمعني اللي فات كنت حافظ هذا سور الشيطان وقع ندير كيما قال لي الشيخ.